فادي خليني اكلمك ان البطوله اكيد كانت صعبه، يعني كان 5 فرق مشاركه، وطبعا كان حمزه ومروان في الفقره الاولى وضحوا لنا اكتر ان هم كانوا 5 فرق وبنلعب كلنا مع بعض. طيب خلينا نسترجع مع بعض ال5 فرق كده: مصر، تونس، ليبيا، الكاميرون ومصر. الكاميرون والمغرب. اللي خد 5 مين؟ المغرب. المغرب خرجت من الاول على طول. بعد كده احنا لعبنا مين في قبل النهائي؟ الكاميرون وليبيا وتونس. طيب ماتش الكاميرون كان صعب شويه، نص النهائي وهم اصحاب بشره سمراء بيطيروا. لعبتوا ازاي؟ يعني ايه التعليمات اللي قالها لكم المدرب؟ لان طبعا انت بتلعب شمال افريقيا غير لما تلعب افريقيا السمراء. النهارده كان ايه تعليماته ليكم الكابتن قبل ماتش الكاميرون؟ قال لكم ايه؟ ازاي نقدر نكسبهم؟ طبعا هو اهم حاجه الهدوء، ومش عشان احنا كسبناهم طبعا في الاول يعني مجموعة. فان احنا تبقى مرتاحين. وكاميرون كانت فرقه داخله ان هي عارفه انها تخسر، فكان بتلعب باريحيه جدا. صحيح. واحنا عشان كسبنا فكنا برضه بنلعب باريحيه، بس مش عايزين الاريحيه دي تيجي علينا، احنا نبقى مرتاحين جدا. مخدين الامور بجديه طبعا، فهم في الاخر كابوا علينا في الماتش. فاكر الماتش ده خلص قد ايه؟ يعني الاشواط قربت ولا كانت الدنيا بعيده؟ في ماتش النص النهائي الاشواط كانت قريبه، كان اول شوطين 25-20 واخر شوط كنا فرقنا شويه. ده انت فاكر كويس ما شاء الله. طبعا. الله اكبر. طب قول لي، يعني دي اول سنه ليك مع النادي الاهلي صح؟ ولا السنه اللي فاتت لعبت؟ دي اول سنه. اول سنه ليك من النادي، قادما من نادي العبور. يعني ظروف انتقالك، انتقلت ازاي؟ مين اللي كلمك؟ رحت يعني كلمني ازاي نقلت النادي الاهلي. انا اول حاجه كابتن كريم جمعه كنت بلعب في 13 سنه، كان شافني وقتها كان الاهلي عنده ماتش، كان ماتش بعدينا فشافني، وانا ابويا كان بيلعب طايره وكان عارف كابتن فين كريم. فين بابا كان بيلعب فين؟ كان كابتن محمود حنفي، كان بيلعب في الترسانه ومنتخب مصر. احمد حنفي كان بيلعب. محمود حنفي كان بيلعب في منتخب مصر. انت ابن محمود حنفي. طب كويس جدا. مش تعرف ان هو زميلي يعني العزيز، وانا عارفه، ما اعرفش يعني انت تعرف ولا لا، بس انا فوجئت ان انت ابن محمود حنفي. ما شاء الله، الله اكبر. انت شكله كمان، انا برضه عمال اقول يا ربي الشكل قريب. طيب وبابا مسك رئيس جهاز العبور فتره. صحيح. انا فاكر دلوقتي رئيس جهاز العبور. شفت، انا بقول لك يعني. طب شافوك قالوا لك ايه؟ كلموا معاك كابتن كريم جمعه قال لك ايه طلبك؟ هو اتكلم معايا وبابا وقتها طبعا، اتكلموا مع بعض و المفاوضات كانت كلها بين بابا وكابتن كريم. بابا خلص الموضوع. كنت مرحب انت بالمروح الاهلي؟ اكيد طبعا. اكيد اكيد. بس انت عارف طبعا المنافسه صعبه، يعني انت في النادي الاهلي يمكن انت تلاتايه وطولك مهم، بس النادي الاهلي لازم مركز اول طبعا، مفيش هزار. اكيد. وهتلاقي المنافسه ما بينك وبين الاكبر منك، يعني انت كمان مش هتبقى بس، هتلاقي نفسك بتصعد، فانت محتاج تلعب مع الاكبر منك. أكيد. طبعا ده كل ده انت فاهمه يعني. اكيد طبعا. طيب دخولك المنتخب كان مفاجأة ولا انت كنت حاسس هتخش؟ هو طبعا كان مفاجأة، لان انا في العبور مش باين زي اللعيبه اللي في الاهلي او في الزمالك او في الفرق دي. فطبعا الحمد لله ان انا جات لي الفرصه دي ان انا ادخل، وطبعا مسكت في الفرصه الحمد لله، كنت قد المسؤوليه الحمد لله. طبعا. احلى ماتش لعبته في البطوله ايه؟ احلى ماتش كان ماتش النهائي الصراحه، كان ليبيا. ما لعبتش ماتش النهائي، بس هو كان احلى ماتش طبعا عشان الجمهور وكده. فكان الماتش مشوق يعني. لعبت في ماتش ليبيا في المجموعات، ما عملت ماتش كويس الحمد لله. كان برضه ماتش فيه جمهور وكده، طبعا الجمهور بيديك حماس طبعاً انك طبعاً. حماس صح، عايز بقى الصوت وكده، فانت تعمل لقطه كويسه فالجمهور يهدى خالص، فطبعا بتبقى حاجه كويسه انك تلعب قدام جمهور بيبقى شعور كويس يعني. برافو عليك. انا عاجبني ان انت يعني عندك ثقه وعندك هدف وبتتطور بشكل كبير يعني يعني من نادي العبور النادي الاهلي، ومن نادي الاهلي تخش منتخب مصر. ربنا يوفقك ان شاء الله يعني، وتبقى حاجه كبيره زي بابا ما كان حاجه كبيره ان شاء الله.